تتحدث بشكل أوفى عن الأسواق العالمية. معنا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أهلا بك معنا رائد. خليني أبدأ من البيانات الخاصة بالاقتصاد البريطاني، يعني وهذا الانكماش الأكبر من عام 2008، يعني كيف يمكن أن نقرأ وأثره على الاقتصاد وكذلك على الجنيه الاسترليني؟ يعني بلا شك البيانات اللي صدرت اليوم من المتوقع وبشكل كبير أنه يكون في عندي هذا الضغط الكبير على الاقتصاد البريطاني الذي كان يعاني أساسا من أزمة البريكزيت وخروج من الاتحاد الأوروبي، وكانت كورونا عبارة عن عبء إضافي على هذا الاقتصاد. نحن نتحدث عن 2.5% كانت التوقعات، يأتي ب 2%. أعتقد يعني القراءة يعني تصف حقيقة الوضع الاقتصاد البريطاني. نحن نتحدث عن إمكانية أن الاقتصاد البريطاني يشهد أرقام أسوأ في الفترة القادمة، ذلك لأنه خلال فترة قصيرة إذا رجعنا شوية لورا ميسر راح نشوف أنه في عنا من يعني أواخر أو آخر 10 أيام من شهر مارس بدأت الأرقام بالتصاعد بشكل كبير بما يتعلق بكوفيد 19 والحالات الإصابات في بريطانيا، وتتجاوز 1000 إلى أن وصلت خلال فترة قصيرة إلى ما فوق 10,000. إذا هذا ضغط بشكل كبير مع عدم يعني انتهاج الحكومة البريطانية لسياسات الحجر وسياسات اللوك داون للمملكة، وبالتالي يعني فتح المجال أكثر للحالات وانخفاض في الطلب الاستهلاكي داخل المملكة المتحدة، وفي نفس الوقت يعني يوجد هواجس مرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي والخروج من السوق الأوروبية المشتركة. يعني ثقة الأعمال داخل المملكة المتحدة بمثل هذه الأرقام تظهر أنه في عندي تراجعات ممكنة أكثر في الفترة القادمة، ومزيد من الضغط على الجنيه الاسترليني أمام مجمل نظراء في الفترة القادمة. من المتوقع أن يحدث هذا الأمر لأنه البيانات تقودنا بهذا الاتجاه، والانكماش الذي شهدناه حتى يعني هذا الانكماش يعد هو الأدنى من 1708 وليس فقط من الفترة الماضية. إذن عندي ضغط أنا كتير كبير على المملكة المتحدة بالفترة القادمة. نعم، لكن التوجهات يمكن لرفع الحظر تدريجيا، يعني رائد برأيك إلى أي مدى ممكن فعلا أنه ينعش الاقتصادات ولو على مدى قصير، يعني وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا عم نشوف بيانات سلبية بأغلبها، معدلات البطالة اللي عم ترتفع، طلبات إعانات البطالة ما زالت بمستويات قياسية، هل هذا سينقذ جزئيا بعض الاقتصادات برأيك؟ يعني إذا نظرنا إلى هذا الأمر أنه هل هو إيجابي؟ نعم بلا شك، تخفيف إجراءات الحجر التدريجية هو أمر مطلوب وضروري، ولكن مع بنفس الوقت أن يكون هناك عودة أنشطة الأعمال وأن يكون هناك رفع في مستويات الاحتراز والتدابير الوقائية ورفع الوعي المجتمعي هو الذي سيساعد في الفترة القادمة، وليس إغلاق الاقتصادات. لأنه مع إغلاق الاقتصادات كل حزم التحفيز الحكومية والنقدية والمالية لن تكون كافية حقيقة طالما يوجد هناك إغلاقات. مع فتح الاقتصادات سوف نرى آثار الحزم التحفيزية على الأداء الاقتصادي، وخصوصا نعلم أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد 70% من ناتجه المحلي الإجمالي على الإنفاق الاستهلاكي، والتوقعات بتراجع ب 3 أو 4% أو انكماش، يعني فقدان ما يقارب 5 تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. بالتالي حزم التحفيز تبعيت 3 تريليون يعني لن تكون كافية، 5 تريليون الفقد الذي سوف يكون في الاقتصاد الأمريكي إذا لم تعد على الأقل الاقتصادات إلى الانفتاح الكامل تدريجيا طبعا، حتى يكون هناك أثر حقيقي للحزم التحفيزية التي يتم اتباعها في الفترة القادمة. حتى الفائدة الصفرية يعني رائد اليوم برأيك لن تكون كافية بالنسبة لقطاع الأعمال وكذلك الشركات في هذا الوضع اللي ما زالت فيه، عم بتعاني العديد من الشركات والتي عم بيطالب فيها ترامب من جديد الفيدرالي للوصول بفائدة صفرية؟ يعني حتى إذا حدثنا عن الفائدة الصفرية والسلبية أيضا الآثار التي سوف نلمسها من هذه السياسة تحتاج
تحتاج إلى مدة زمنية، تحتاج إلى اتباع هذه السياسة لفترة قد تمتد إلى سنة أو سنتين في حتى يكون هناك استفادة من هذه البرامج التيسيرية، لأنه نحن بنهاية الأمر بيهمنا مين اللي بده يتقدم إلى هذه القروض الرخيصة. إذا لا يوجد هناك الفرصة الاستثمارية لن يكون هناك الاقتراض حتى لو كان رخيصا أو بالمجان أو حتى مع تخفيضات كبيرة. ما نحتاج الوصول إليه حقيقة هو ليس القروض الرخيصة، إنما فتح الاقتصادات والإبقاء على هذه السياسة لفترة أطول، إما أن يكون هناك تأقلم مع الوضع الجديد أو يكون هناك نوع من أنه خلق ترندات جديدة تحتاج إلى التمويل، ومن بالتالي تعود الثقة إلى الاقتصاد مرة أخرى والاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية. يحتاجون إلى التحفيز الذي نراه حاليا، لكن التحفيز الذي تم يعني معالجة الخلل السلبي وفي أغلبها كانت رواتب وأجور متوقفة نتيجة الإغلاقات. إذا لا يوجد تمويل يساعد في الإنتاج أو يساعد في خلق قيمة مضافة للشركات. سريعا رائد الذهب، يعني اليوم ما زلنا عم نتحرك بنطاق ضيق، يعني المفروض الذهب يجب أن يستفيد الآن خلال هذه المرحلة للتحليق يمكن من استمرارية الضبابية، لكن نطاق 1700 ما زال يعني عم بيحاول يختبره أكثر من مرة ولا يتحرك فوق هذا المستوى. تماما، الذهب فشل بالارتفاعات فوق مستويات 1750 دولار للأونصة وتحقيق أي تجاوز لهذه المستويات، ولكن السبب هو قوة الدولار الأمريكي الذي كان يعد ملاذا آمنا في الآونة الأخيرة، وأيضا الانخفاض على الطلب الاستهلاكي للذهب. إذا أخذنا مثال الهند فنحن عندنا تراجع ب 99.9% من الطلب على الحلي والمجوهرات، وبالتالي يوجد هناك ما يؤرق المستثمر أكثر من الاتجاه نحو ملاذات آمنة على المدى المتوسط الطويل. المفيد للذهب هو السياسات التحفيزية اللي ذكرتيها من شوي، سواء بأسعار الفائدة السلبية أو الصفرية وبرامج التحفيز، ولكن هذه تحتاج إلى اقتصاد نوعا ما يعني عجلته عادت إلى العمل بشكل نوعا ما مضطرد أو طبيعي، ولكن هذا الأمر لا يحدث حاليا. لا يزال هناك تخوفات من موجة ثانية من كوفيد 19 وتأثيرات سلبية أكثر، والحاجة إلى الإنفاق على يعني على الأزمة أكثر من حاجة إلى التحوط للفترات القادمة، لأنه حتى الآن ما يحدث ليس انهيار في أسعار الذهب إنما استقرار في أسعار الذهب، ولكن عدم الإمكان تمكنها من التجاوز لمزيد من الارتفاعات، وهذا يحدث مع عودة الاقتصاد للعمل. أعتقد مع النصف الثاني من هذا العام سوف نشهد بداية انطلاقة أسعار الذهب بتجاوزها 1750 دولار للأونصة واستهدافات فوق 2500 دولار. نعم، ونشكرك رائد القطر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.